دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي جائزة زايد الكبرى من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث اجتمعت هذه الشعارات، اجتمعت هذه الأسماء المميزة التي دائما تصول وتجول في عالمنا الساحر. شوطنا الرابع في مجموعة الأشواط المخصصة للقعدان فئة المهجنات الأصايل، على وهو سن الإذاع سن الإمتاع، على بركة الله نسير إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول في هذه اللحظات. شاهين حمداب بن خليفة بن محمد الدرعي، ولكن هناك الجارح محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتقدم بشعاره، يتقدم بإنجازاته بتحدياته المثيرة. هذا الشعار الغني دائما عن التعريف، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات هناك أيضا القدوم في هذا المسار، وصل هملول، هملول هملول خذ المركز الثاني وتقدم مشهور فهد بن سعد بن طالب آل فيده المري اللي خذ المركز الثاني. انتقل مع المركز الثالث شاهين، شاهين هناك ايضا واصل محمد بالصمغه بن سري والعامري من يتواجد على المركز الثالث. انتقل مباشره مع المركز الرابع، انتقل مع ضغط حمد بن محمد بن سهيل بوديمه على رابع المراكز، بينما المركز الخامس وصول وتقدم، وتقدم في هذه اللحظات الطاير هناك ايضا واصل في هذه اللحظات وفي هذا المسار. سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري من يتواجد على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصول وتقدم من حطاب وطايش، طايش قادم في هذه اللحظات. مطر بن سهيل اليبهوني قادم من ميدان التراث، المركز السادس وصول من حطاب، سالم بن سعيد بن سعيد المنصوري والمركز الثامن وصول وتقدم هنا أيضا من هملول انخيرة بن محمد اليبهوني الظاهري والمركز التاسع هذا اللي قادم. هناك ملفت بطي بن علي بن محمد بن واس الاكتبي واللي خذ المركز العاشر، قدوم هنا في هذه اللحظات من مقدام هنا أو هجام في هذا اللحظات. وشعارك يا بن عويضان، شعارك يا أبو أحمد في هذه اللحظات، الله يا سلام، العشر المراكز الأولى، العشر المراكز الأولى، ياهي اندفاعات، ياهي تحديات، ياهي إثارة، ياهي معركة من معارك الوثبة هنا في هذه اللحظات. ولكن شعارات قادمة، فئة الإنتاج والمنتجين، الناموس يعتبر ناموسين، ولكن المقدمة الله شاهين، شاهين 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 على البداية. محمد بن صمغه بسريو العامري هناك أيضا على البداية الأولى، على الصدارة الأولى مع المركز الأول، المركز الثاني وصول وتقدم، واللي تسلل هنا مشهور فهد بن سعد بن طالب آل فيده المري ضيف قادم إلى هذا الميدان. مرحبا بكل ضيوف القادمين من كل حدب وصوب. المركز الثالث، المركز الثالث وصول وتقدم هناك أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، من اللي قادم ضغط حمد بن محمد بن سهيل بوديمة في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصول من الجارح محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا من يتواجد على المركز الرابع، شعارك يا أبو زايد، بينما المركز الخامس وصول وتقدم من طيارة اليبهوني، طيارة اليبهوني قادمة هناك أيضا في أشواط الإنتاج. الله الله، ولعت ولعت ولعت، واختلط الحابل بالنابل هنا، بينما القدوم، القدوم من الشهم محمد بن عبيد بن حلوس العامري هنا، أهالي مصانع الجنوب قادمين يتسللون من مركز تلو مركز. هكذا النتيجة، شعار بن عويضان، وتقدمت الشعارات في هذه اللحظات.
صوت الزعفران الزعفران، ولكن عاد مزايد، عاد عاد إلى ذكرياته، عاد إلى إنجازاته، إلى تحدياته المثيرة. الله 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 يا الجارح، هنا الجارح الجارح الجارح. تابع يا من تتابع، تابع البداية الأولى، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا على البداية الأولى بقيادة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تكفى روح هنا أيضا يا أبو محمد، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم هناك من المهيب سهيل بن مبارك الاجتبي يتواجد على البداية الأولى. المركز الثالث، الله يا هذا الدخول، تدخل شعار بالحلوس 1200 عن خط النهاية، 1200 عن خط النهاية. المنصة بانت، المسار المستقيم من اللي قادم في هذه اللحظات الواصل، حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري الشعار الاقتصادي. من يتواجد على المركز الثاني مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، بدينا في هذه البوابة، ولكن البداية وين؟ البداية وين؟ الصدارة والمقدمة هناك أيضا مع محبوب في هذه اللحظات، محبوب على الصدارة محمد بن علي بن حميدي المنصوري هنا، راعي بن صوغان راح 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 على البداية، بن حمود على المركز الثاني، بن حمود قادم المركز الثالث. الله الله، الناموس يحتار ما بين هالاسماء، الناموس يحتار. راح 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 محبوب، راح على البداية هنا. يا حبه للناموس، يا حبه للناموس، يا حبه للزعفران على المقدمة على الصدارة. وهناك أيضا على صدارة هذا الشوط سلام وثباوي، سلام سلام وثباوي، سلام مشكور راعي بن صوغان على المقدمة على الصدارة هنا. بالفعل محبوب، محبوب على البداية، محمد بن علي بن حميد المنصوري. سلام سلام وثباوي، سلام إلى عاصمة الميادين، سيبقى في هذا الميدان بانطلاقة محبوب وتحدياته المثيرة، لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية. المركز الثاني الوصول من الواصل حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثالث وصل متعب سهيل بن سالم بن حمرون العامري. المركز الرابع لحظات وصول وتقدم من أيضا المهبة سهيل بن مبارك الاكتبي، واللي خذ المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو هجام محمد بن سهيل بن عويضان العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، معركة ما بين هالشعارات. تهانينا للسيد محمد بن علي بن حميد المنصوري، وسلام إلى الوثبة، سلام بانطلاقة محبوب وتحدياته المثيرة، قاطع 6 كيلومترات في زمن وقدره. هذا هو توقيت محبوب مشاهدينا متابعينا الكرام. متابع قناة ياس، 9:05:7 من الثانية، والتوقيت الأفضل. سلام يلوثبة، سلام مشكور أبو علي. بينما المركز الثاني 9:08:4 من الثانية كان من نصيب المركز الثاني الواصل حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول متعب سهيل بن سالم بن حمرون العامري. والتوقيت للمركز الثالث هنا ايضا، توقيتنا للمركز الثالث بهذا الشعار 9:09 جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.